بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عيسى تراجع عما قاله وقال أنا لم أنكر المعراج. آسف، مش تراجع، لا، هو كذب وقال أنا لم أنكر المعراج ولن أنكر المعراج. هذه مشكلة كبيرة. تراجع مثل الفأر، تراجع هذا الخنزير، هذا المتخلف صاحب الأجندة ضد الإسلام والمسلمين وتضييع الثوابت عند المسلمين والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن والاستهزاء بآيات القرآن. مجتمع يثرب، مدينة المنورة لم يكن مجتمع مثاليا على الإطلاق. شوف أنا بقول لك أهو بمنتهى الشجاعة، على الإطلاق مدينة اللي كان فيها بيوت رايات خمر، غاء يعني دور دعارة رسمي مفتوحة عادي في المدينة، مدينة الرسول. أي يا سيدي مدينة الرسول؟ اقرأوا كتابية أو سلطانية. سلطانية سلطانية سلطانية، لا ده سلطانية مش سلطانية. الحضارة العربية في معظمها حضارة غلمان وجواري في التاريخ. مش عايز تقول لهم الخلفاء اللي كانوا مسلمين، الخلفاء واللي عندهم جواري واللي عندهم غلمان. ولما قامت جحافل المسلمين دفاعا عن الإسلام، الجحافل الإعلامية التي خرجت وتكلمت ونددت وطالبت بمحاكمة هذا الفسق، هذا المخرف المهرطق، فما كان منه إلا أن يكذب. يا ليته قال أنا يعني لا أعلم الدليل، ويا ليته قال أنا أخطأت، ويا ليته قال أنا جئت بروايات يعني شاذة أو بروايات كذا أو من هنا أو من هنا. لا، ولكنه يعني كذب وقال أنا لم أنكر، أنا لم أنكر أصلا. يا جماعة أنا ما أنكرتش المعراج. هل هذا الإنسان يؤخذ منه كلام؟ أنا طبعا خطابي للي كانوا بيدافعوا عنه، اللي أبو عتبة وخالد منتصر وغيره من هؤلاء. ولكن أيها الإخوة، تعالوا نشوف، هل كلامه فعلا إن هو لم ينكر المعراج، أم أنه أنكر المعراج صراحة، كلام قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؟ قطعي الثبوت بالفيديو صوت وصورة له، وقطعي الدلالة كلامه واضح يقول هل في معراج، هل في مش عارف ايه، المعراج ده وهم، انه طلع السماء وشاف ناس في النار وناس وشاف ناس في الجنة، ده كله ده وهم، قصص وهمية، وكتب التاريخ بتقول كده، وكتب الحديث بتقول كده. تعالوا نشوف هو قال ايه الاول، وبعد كده نرجع نعرض لكم الكذب بتاعه. مش هقول لك يعني التراجع ولا الكذب، اتفضل. حتى الشيخ احكي لك ايه؟ احكي لك قصص، قصص وهميه في معظمها وهمي. طب لما يجي يقول لك الاسراء والمعراج، طب ايه رايك ان مفيش معراج؟ ايه رايك ان مفيش معراج؟ هتصدق ان مفيش معراج؟ وكل قصه انه طلع السماء وايه وشاف الناس اللي وصلوا والناس اللي في النار، كل دي قصه وهميه كامله، كل دي قصه وهميه كامله. ده كتب السيره اللي بتقول، ده كتب التاريخ اللي بتقول، ده كتب حتى الحديث اللي بتقول، بس هو مصدر لك الكتب اللي بتقول حصلت والقصص اللي بتقول حصلت. القصص اللي بتنفي تماما معراج مش متقاله، هيقول لك ايه الشيخ؟ بعد ما سمعته وشفته هذا الكذاب الاشر، ماذا تقولون في هذا الكلام؟ هل هذا كلامه لا يدل على انه انكر المعراج صراحه؟ يقول هي يعني يقول ان المعراج يعني وهم، المعراج مش حقيقي، هم بيحكوا لكم قصص وهميه ليست حقيقيه. بغض النظر بقى ان هو يقول لك الشيخ هيعمل لك ايه، الشيخ هيعلمك ايه، هيعلمك المعراج، هيعلمك قصة عمر بن الخطاب وهو عن العدل ومش العدل، وعمر بن الخطاب ما كانش عادل، ولو كان عادل ليه قتلوه؟ ولا ينسى هذا الجاهل، ولا يتذكر، اقصد ولا يتذكر هذا الجاهل ان الذي قتل عمر بن الخطاب هو ابو الهلول المجوسي الرافضي، هذا هو الذي قتل عمر بن الخطاب، لم يقتله احد من اهل السنة ولم يقتله احد من اهل المدينة، لانه كان عادلا، يعني عقمنا النساء ان يلدنا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني كذب محض له قرنان، وهذا هو كالفأر المذعور. وهؤلاء يعني زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد كده بيخاف من العين الحمراء. الناس دول لا يخافوا رب العالمين، بل يخافون العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. فهؤلاء أصلا قليل الأدب، ناس يعني لم يتربوا أصلا على أنهم يكونوا محترمين، حتى في النقد يكونوا محترمين. لكن عشان ما نطولش عليكم، تعالوا نشوف هو قال إيه والكذب الذي قاله ويدعي أنه لم ينكر
قال لم ولن انكر المعراج. انه قال انه في كتب التاريخ والتفسير والسنة روايات مختلفة عن ما هو دي القصة اللي انا بقول انه في حكايات مختلفة. انا لم اتبنى اطلاقا حكاية منهم. انا لم انكر المعراج على الاطلاق، لا في الحلقة السابقة ولا في الحلقة دي ولا في الحلقة القادمة ولا في اي حلقة، حتى لو وضعت الحلقات على رؤوسنا وعناقنا لنموت. يا سيدي لم ننكر ولن ننكر، انا لن انكر ولم انكر المعراج. عيب يا ابراهيم يا عيسى، عيب تكذب، عيب كده، عيب، خليك راجل. مش يعني بيقولك يعني انت نافخ كرشك واخد بالك ازاي وعامل سبع الكرومبا ولا سبع الطرومبا، ها؟ مش انت عامل سبع الطرومبا وبتقول انا لا اخاف وانا لا اخشى وانا بتكلم اهو بصراحه ومش عارف ايه، وطالعين المطبلاتيه بتوعك اللي هم يعني بيحاولوا يدافعوا عنك وحيموتوا كمد وطلعوا يدافعوا عنك، وان ابراهيم عيسى يدافع وحده وعاري الصدر ويقاتل المتخلفين كما على حسب زعمهم. هذا هو اللي احنا بنتكلم عنه يا اخواننا. ده تطرف اللي بيعمله ابراهيم عيسى وامثاله، ده تطرف ضد الاسلام وتطرف ليبرالي، تطرف علماني، ناس بيدعوا للملحدين. وابراهيم عيسى معروف لما دافع عن منى زكي ولما ثبت الدين دين رب العالمين في الفيلم، ولما خلعت الملابس الداخليه بيدافع عنها، ومؤلف كتاب اسمه رحله الدم وشتم فيه كل الصحابه، ورجعوا لمقطع الاستاذ مرتضى منصور وهو بيفضحه على الهوى، وله اشياء طمات كثيره جدا جدا جدا. لكن لما يعني لم يسلم منه امهات المصريين، يعني لم يسلم منه احد، لا الصحابه والخلفاء يقول عنهم انهم مثليين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك في خلفاء مثليين، ويتهم مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كان فيها نساء اصحاب رايات حمر والعياذ بالله. يقول ايوه وقت النبي، ايوه وقت الرسول، هكذا يقول هذا الخنزير، هذا الوقح. فيعني هذا كلامه وهذا كلامه قصص وهميه. طب ايه رايك ان مفيش معراج؟ هتصدق ان مفيش معراج؟ كل دي قصه وهميه كامله، كل دي قصه وهميه كامله. القصص اللي بتنفي تماما معراج مش متقاله. انا لم انكر المعراج على الاطلاق، لا في الحلقه السابقه ولا في الحلقه دي ولا في الحلقه القادمه ولا في اي حلقه. يا سيدي لم ننكر ولن ننكر، انا لن انكر ولم انكر المعراج. هل هذا تراجع كما يصور البعض انه تراجع؟ لا، التراجع يكون في مسألة علمية واتضح له خلاف الدليل الذي يستند إليه. أما ده راجل شعوبي، راجل بيهرج، راجل مهرج طالع بس يفتن صاحب تبع الأجندة اللي هو بيشتغل معاها. ومجدي الجلاد بصراحة شديدة جدا فضحه في فضيحة الحرامي في السوق. بص على يعني اللي ما يشتري يتفرج. فهؤلاء يا ابو عتبه اللي طالع تدافع عنه وتكاد ان تموت كمدا، لكن انا احمد الله اني رايت في وجهك الذل والحسره والانكسار لما حدث لابراهيم عيسى. وكل من يسلك مسلك هذا الشقي سينال هذا العقاب. ومنعوه من الصعايده الرجاله، منعوه من نزول اسوان وما يحضرش، قال ايه جايبينه يبقى حكم في لجنه التحكيم ويكرموه. نقابه الاعلاميين ولا مش عارف نقابه الممثلين ولا ما اعرفش اسمها ايه اللي هي بتعمل المهرجانات دي، مهرجانات الفارغه اللي بتاخد مننا فلوس وبتفسد الشعب المصري المسلم. الشعب المصري مسلم بطبعه ولن يجرؤ احد ان يتطاول. لكن هي بتبقى يعني ايه يعني فاهم ازاي؟ بتسيبك يمكن ترجع لعالم. لكن عندما يتخذ المسلمون في مصر قرارا لن يتنازلوا عنه، لأن الدين خط أحمر، الصحابة خط أحمر، مصر خط أحمر. لن نسمح لهؤلاء شذاذ الآفاق أن يثيروا فتنة وأن يغيبوا وعي شبابنا وأطفالنا، ويعني يحقرون من شأن مشايخهم ومعلميهم الدين. لا نسمح لهم أن يحقرون من شخصيات الصحابة، ولا يحقرون من وقار الصحابة في قلوب المسلمين. ولن نسمح لهم أن يعيثوا ولا يعبثوا
في الدين هكذا بدون عقاب. وعندنا القانون بالقانون، لأن قانوننا قانون مسلم، لأن قانوننا قانون مسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو نظرتم أو يعني تذكرتم وهو يطالب بحذف مادة ازدراء الأديان من الدستور المصري حتى يعبث كما يشاء. ولكن يا إبراهيم عيسى، فعقاب الله سبحانه وتعالى أشد وأنكى، فلا يعني تغرنك يعني الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. فأنت يعني تحت عقاب الله سبحانه وتعالى أولا، ثم عقاب المسلمين، ونحن في دولة قانون والحمد لله رب العالمين، ودولة دستورها ينص على أن دين هذه الدولة الرسمي هو الإسلام. وفي آخر الحلقة ماذا يكون رد فعل هؤلاء شذاذ الآفاق؟ هيكون ردهم إيه على الكذب الذي كذبه يعني سبع الكرومبة ولا سبع الطرمبة اللي هم بي يعني بيعظموا فيه، يقول لك البطل المغوار. تعالى على بختي وبختك يا أمّا. إيه؟ عشتني فيه وغدر بيا. ومين ده؟ حببني فيه وسابني يا أمّا. وطي صوتك بس، وطي صوتك. لازم نرجع لبعض يا طبش. في الأول كذب على ثوابت الإسلام، وكذب على الإسلام، وكذب على الصحابة، على النبي، وعلى القرآن. ثم يكذب ويقول أنا لم أقل وهو قال. هل هذا يعني مثال تتبعه يا أبو عتبة؟ ها؟ يا رجل استحي على دمك، خلي عندك شوية كرامة، خلي عندك شوية إحساس. بلدنا مسلمة، إحنا مصر، عضد هذه الأمة الإسلامية، إحنا مصر الصخرة التي تحطمت عليها جميع أعداء الأمة الإسلامية بكل حملات الصليبية التي جاءت للمشرق العربي، تحطمت على صخرة مصر العظمى. المغول الذين دمروا العالم، الذين دمروا الأمة الإسلامية كلها، وبقيت مصر فكانت مقبرة لهم، وكانت صخرة تهشمت عليها رؤوس المغول. هذه مصر لن تخلعوها ولن تنزعوها من هويتها الإسلامية، هذه مصر لن تفصلوها عن محيطها الإسلامي وعن دفاعها عن دين الإسلام. هذه معقل أهل السنة، هذا يعني مصر هذه أكبر وعاء لأهل السنة في العالم. فكيف تظنون أنكم يعني تستطيعون أن تؤثروا، وإن كانت يعني تركتكم أصواتكم تعلو، ولكنها ستبح ولن تستطيعوا إلا أن تسمعوا أنفسكم. فأنتم والله لا يعني لا أرضية لكم ولا شعبية لكم، فلا تغرنكم الأعداد القليلة من شذاذ الآفاق من الملحدين وغير المسلمين والمغرضين والمرتزقة الذين تقاضون الأموال في خراب بلاد مطعن في الإسلام. فأنتم عملاء لأعداء الإسلام في الحقيقة، وإن كنتم تغلفون أنفسكم بأنكم مسلمون وأنكم تنويريين وأنكم تريدون المصلحة وأنكم تحاربون الفكر المتشدد، فوالله إن كان هناك فكرا متشددا فهو تطرف أقصى اليمين، فإن كلامكم هذا كله فهو تطرف أقصى اليسار، وكلاكما عدو لمصر، وكلاكما أعداء للإسلام، وكلاكما لا تمتان إلى الإسلام بأي صلة، إسلام القرآن والسنة بفهم سلف الأمة عليهم رضوان الله. فحذاري أن تتطاولوا على رسول الله أو على صحابة رسول الله أو على سلفنا الصالح أو على الثوابت الإسلامية وحتى على المختلفات الإسلامية. فيجب من يتكلم حتى في المسائل التي فيها اختلاف إن لم يتكلم بعلم وبدليل، ويكون عنده يعني الثقافة، ويكون عنده العلم، ويكون عنده الآليات التي يستخدمها في الاجتهاد واستنباط الأحكام من النصوص أو استنباط الآراء من النصوص، فلا يجوز له أن يتكلم فيما لا يعلم. فنحن يعني أصبحنا في سوق للرعاع، سوق لشذاذ الآفاق الذين يعني يهرفون بما لا يعرفون. هذه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يطعن في دين الإسلام أو في رموز الإسلام وقادة الإسلام وعظماء الإسلام. ديننا هو محفوظ من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، من قبل العزيز الجبار، من قبل القوي العزيز سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سيبقى الإسلام عاليا، وستبقى رايته خفاقة، وستعلو
دائما وأبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنتم ستذهبون إلى مزابل التاريخ، لا يذكرونكم إلا باللعنات، لا يذكرونكم إلا أنكم كنتم يعني بقايا ومخلفات الملحدين ومخلفات أعداء الإسلام الذين دهستكم أقدام يعني شجعان المسلمين من الذين ردوا عليكم ودحروكم ومن الذين أقاموا عليكم البلاغات وقدموكم للمحاكمات وعوقبتم أشد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يميتنا عليها. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.